سيجعل الله بعد عسر يسرا في هذه السورة الكريمة. إذا فيها جانب تفاؤل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج يكون للمكان المغلق. هل رأيتم في شيء من الصحاري ومن الفيافي والقفار لوحة مكتوب لها مخرج؟ هذا المخرج يكتب في المكان الذي مقيد، أنت مقيد فيه. حتى في الشارع يكتب المخرج لأجل أنك تخرج من ذلك المسار. تجد في البناء، في البنايات تكتب لك مخرج، هذا مكان الخروج. إذا مكان خروج الإنسان من المضايق هي بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يروى في الأثر أن رجلا طلق امرأته 100 تطليقة، فجاء لابن عباس. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يعيد امرأته، يريد أن يعيد امرأته إلى بيتها، لأن هذه المرأة هي روح هذا البيت وضياؤه ونسماته. يريد أن يعيد هذه المرأة الحبيبة إلى قلبه، وهي أم أولاده وشريكة حياته ومن قاسمته الحلوة والمرة. فالآن يعود لابن عباس ويقول له طلقت امرأتي 100 تطليقة، فهل لي أن أعيدها؟ فهل لي أن أعيدها؟ فقال ابن عباس يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتيني يا ابن عباس يا ابن عباس. وما يفعل له ابن عباس؟ إن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلا مخرج لك. بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون في عنقك تلقى بها الله يوم القيامة. شوف الكلام الشديد. توعت جاي لا أرجعها، أركب هينك أول. كثير من الناس يقول أنا كنت غاضب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في 4 مواضع لا تتخذ قرارا: في الغضب الشديد، وفي الفرح الشديد، وفي الحزن الشديد، وفي الألم الشديد.